بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم يا شباب هنتكلم في موضوع اللي هو إيه الكنترول راوتينج فلتر بالنسبة للريب. إحنا خدنا أول حاجة فيها، إحنا خدنا موضوع الباسيف انترفيس، واتكلمنا فيها قبل كده. قلنا موضوع الباسيف انترفيس إن الراوتر ده لما يحط الانترفيسز بتاعته باسيف، مش ان انا دلوقتي خلاص ان هو ما عادش هيسند وريسيف، لا هو بس هيعمل دونت سند ابديت، بس هيساب الابديت من الريب اللي هو ريب سبيكر او الريب نيبر. فاهم يا باشمهندس سيف؟ اشرح لي تعالى معلش. انا دلوقتي في مرحله الريب، يعني انا لو جيت هنا ده الريب ماشي؟ الريب لو انا جيت نفذت عليه اللي هو الكنترول اسمها كنترول روت ابديت فلتر، وجيت اول حاجه نفذتها ان انا خليت الانترفيس ده اللي على الراوتر ار 1 ده باسيف. في الريب اما بخلي الانترفيس باسيف بتعمل حاجه واحده، دونت سند ابديت، يعني هي ما بترسلش ابديت، بس بتستقبل ريسيف ابديت فروم ايه ريب سبيكر او ريب نيبر. ده سبيكر اسمه ريب سبيكر او ريب نيبر، تمام؟ فهي دلوقتي لما بتخليها باسيف هو ما بيرسلش بس الابديت، يعني الشبكات اللي عنده ده ما بيزعهاش للنيبر اللي جنبه، بس لو النيبر ده زعوا له حاجات بيستقبلها. معايا؟ فهمت كده؟ تعال نحط بقى الشبكات اللي هي اللي بين الانترفيسز وننفذ الكونفيجريشن. خصائص الريب بقى يا باشمهندس سيف، ممكن تقول لي؟ خصائص الريب؟ معلش السؤال بصورة أوضح بس. يعني ممكن تعرف لي الريب بيشتغل ازاي؟ طريقة تعامله ازاي؟ جوه النتورك بيرسل ابديتس كل كام؟ مثلا لو الشبكة مثلا صارت داون بتصير داون ولا بيعمل فيها كده؟ يعني اشرح لي الريب كانك بتشرح، كان اول مره اعرف الريب وانت بتشرحه لي. طب بيعتمد الريب على الهوب كاونت، تمام ماشي. بيرسل كله 30، بيعمل ابديت كله 30 ثانيه. تمام، بيعمل ابديت كله ازاي؟ انا مش فاهم. يعني بيرسل، ايوه لا العلاقه بين الراوتنج تيبل، ماشي. بيحصل لها ابديت في 30 ثانيه او حوالي 30 ثانيه. ماشي، بيعمل ايه بقى كل 30 ثانيه؟ بيعمل ايه في الابديت كل 30 ثانيه؟ بيعمل ايه في الابديت كل 30 ثانيه؟ بيرسله مثلا انكريمنتال ولا بيرسله مثلا فول؟ انكريمنتال. يعني لو الابديت، لو انت دلوقتي الشبكه دي صارت داون 172 16 0 0 0، الريب بيرسلها للناس ديت يقول لهم شبكه 0 0 ديت بقت داون، ولا بيرسل الابديت كله؟ الابديت كله. ايوه انكريمنتال يعني ايه؟ يعني بارشال ابديت. أيوة. يعني بيرسل اللي دلوقتي اتغير، حصل فيها تغيير. ايوه يعني حتى حاجه اسمها في الباك اب، في حاجه اسمها انكريمنتال باك اب، في حاجه اسمها فول باك اب. في الانكريمنتال باك اب ده يوميا بياخدوا التغيرات اللي صارت في الباك اب. الفول باك اب بياخد فول باك اب من السيستم بالداتا بيز بكل حاجه. اما لو انكريمنتال، الانكريمنتال بيشتغل على اللي حصل تغيرات في اليوم ده بس. فاهمني؟ بالضبط. ايوه. فعشان كده انا بقول لك انكريمنتال ابديت ولا فول ابديت، فانت قلت له انكريمنتال صح؟ ايوه. طب هي انكريمنتال ولا فول؟ فول ابديت. طب تمام مظبوط، الله ينور عليك. طب دلوقتي الريب ريفيجن 1 بيرسل ابديت على كام؟ على ايه؟ على ما بيرسله ايه للنيبر بتاعه؟ مالتي كام. ايوه على اي بي كام بقى؟ بيرسل على اي بي 224. ايوه كام؟ ضد زيرو. ماشي ضد زيرو ضد زيرو. تمام ضد 9 9 9 معلش ضد 9. ماشي. اللي هو عنده الماكسيموم
16 كاونت. لا الماكسيمم هوب كاونت كام؟ 15 والماكسيمم راوتر 16. تمام. طب دلوقتي يا سيف انا دلوقتي لو الشبكه بقت صارت داون، ازاي اصلا الراوتر بيقول للشبكه، اللي يقول للراوترات الشبكه صارت داون؟ يعني الشبكه ديت خلاص اتقطعت، يعني اتعمل لها بقت داون على الراوتر ده، الراوتر ازاي ده بيزحل للنيبر بتاعته بيقول لهم يا جماعه الشبكه بقت داون، ازاي بقى؟ معلش سؤال تاني معلش. يعني احنا عارفين ان الراوتر ما بيروحش يقول للراوترات الشبكه بقت داون، الرب ايوه بالذات بيروح يقول لهم ايه؟ احنا قلنا الماكسيمم هوب كاونت كام يا سيف؟ 15. تمام. لو انا عندي ماكسيمم هوب كاونت مثلا 16، الراوتر يشوفهم ولا ما يشوفهاش؟ شوفهم. يشوفها داون. ايوه. طب دلوقتي لو راوتر دلوقتي في شبكه عنده صارت داون، يرسلها بهوب كاونت كام او مترك كام؟ يرسلها بمترك واحد. ركز مع ابو رائد، انا الحين دلوقتي قلت لك ان الراوتر اخره هوب كاونت 15، بعد الهوب كاونت بيشوف ان ايه، ان خلاص ان الشبكات اللي عنده بقت داون، تمام، او اللي هو ما يقدرش يشوف شبكات تانية بعد هوب كاونت 15. طب انا دلوقتي الراوتر عشان يذيع الراوترات النيبر بتاعته ان الشبكه بقت ايه داون، يرسلها له بهوب كاونت كام؟ 15. ما هو ارسلها لهم، ما هو بص يا سيف، لو هو ارسلها ب 15 ما ده هياخدها ب 15 يسجلها عنده، فده هتفضل عليها طريق عنده وده هيسجلها دي ب 16، فاهمني؟ ايوه فلازم هو يرسلها ب 16 عشان ده ما ياخدها لقاها ب 16 يعرف ان ديت بقت ايه؟ بقت داون، ودي تجيله ايوه يرسلها بكام؟ ب 17، فيعرف ان ديت بقت داون، يعرف الشبكه دي الشبكات اللي هنا بقت داون، فاهمني ولا مش فاهمني؟ فاهمك. يعني الراوتر بيعرف النيبر بتاعته ان الشبكه في الريب، بيعرف الشبكه بتاعته الشبكات اللي حواليه بقت داون ازاي؟ نفس اللي انا قلتها لك دلوقتي قولها. 16 يعني يرسلها، هو الماكسيموم 16 ماكسيموم 15 يرسلها بمترك 16. بيرسلها متر 16. هو بص، هو بص بص يا سيف، هو الهوب كاونت ده المترك، يعني هو الراوترات بتتعامل بمترك، يعني الرب بتاع في الرب بيتعامل بمترك 16. المترك عباره عن هوب كاونت، انت عارف ان الرب المترك بتاعه هوب كاونت، فهيرسلها ب 16 هوب كاونت، تمام. الاو اس بي اف المترك بتاعه اللي هو الكوست، وهي بيساوي 10 10 اس 8 على البندوز، تمام. عندك ايوه اللي هو المترك بتاع الاي جي ار بي بيعتمد على 5 كي اللي هو البندوز والديلي واللود وال اسمها اللود والريلابيليتي والام تي يو، تمام. فعشان كده انا بقول لك في الريب بيعتمد على هوب كاونت، قلت لك ماكسيمم هوب كاونت للريب كام؟ 16 كام؟ 16 ده في الراوتر ده في الراوتر. انا بقول لك هوب كاونت، بقول لك ماكسيمم هوب كاونت. معلش سؤال ثاني. طيب يا سيف يا سيف، ماكسيمم هوب كاونت في المتريك في الريب كام؟ واحد ماكسيمم واحد ماكسيموم 15. مظبوط، انا بقول لك ماكسيمم، انا كنت 15 بس يا تاني تقول لك انت بتقول 16، فقلت لك 16 ده راوتر وشرحتها لك قبل كده، قلت لك راوتر ازاي، فاهمني؟ ايوه. بص يا سيدي، لو انا جيت هنا الراوتر ده بيرسل دي كام؟ بمترك واحد. واحد ايوه. وده هيرسله بمترك كام؟ واحد. هتبقى كام هنا؟ اتنين. اتنين. كده انا عندي كام راوتر؟ كده اتنين. لا كده انا بالنسبه لي انا رسلت الراوتر دي تلاته صح؟ ثلاثة ايوه. شايف الشبكات دي بمترك كام؟ ثلاثة. مترك اتنين يا سيف، ليه تلاته؟ مش ده هو بعتها له بهوب كاونت واحد وده رسلها له بهوب ايوه كاونت واحد، يبقى شايفها اثنين. هيبقى ايوه اتنين. اثنين. كام راوتر هنا؟ هنا ثلاثة. تمام، والهوب كاونت كام؟ اثنين.
2 مظبوط. طب انا لو الهوب كاونت 15 يبقى عندي كام راوتر؟ عندي 15 راوتر. شفت انت هنا لا بص يا سيف انت هنا كام راوتر؟ ده 1 2 3 صح؟ كم هوب كاونت؟ 2 2 يعني انت شايف ان عدد الراوترات اكبر من الهوب كاونت بواحد صح؟ ايوه. طب تمام انا دلوقتي عندي ماكسيمم هوب كاونت 15 صح؟ ايوه. عندي كم ماكسيمم بقى راوتر؟ 4 15. ركز معايا انا دلوقتي ده كده ده 1 2 3 صح؟ كده كم راوتر؟ 3 رواتر صح؟ 3 ايوه. طب الراوتر ده راوتر 4 عشان يوصل للشبكات دي هيروح لكم هوب كاونت؟ كم هوب كاونت؟ 2 تمام. يعني انا عندي كم راوتر في الشبكه؟ كم؟ 3. كم هوب كاونت؟ 2 2 مظبوط. يعني انت شايف ملاحظ ان الهوب كاونت اقل من عدد الراوترات بواحد صح؟ ايوه. طب انا لو زودت هنا راوتر هنا هيبقى الهوب كاونت كام؟ 3 وعدد الراوترات 4. تمام. لو انا قلت لك الهوب كاونت 15 يبقى عدد الراوترات كام؟ 14 16 16. ركز يا ابني عدد الراوترات اكتر من عدد الهوب كاونت 16 16 لان الراوتر ده ما بتحسبش معايا في الهوب كاونت. ايوه 16 لان الراوتر ده هو اللي بيزعل الهوب كاونت لده. فبناء على ذلك ما بناء على ذلك ما بتلاقيهاش فاهمني؟ ما بيتحسبش أيوة. معايا في الـ في الـ في الهوب كاونت. ماشي. تعالى بس ايه نعمل اللاب ده بسرعه عشان من احنا كده خدنا كتير. هننفذ الموضوع الباسيف انترفيس زيرو. مباشرة دوت واحد دوت واحد 255 255 255 زيرو تمام. انترفيس جيجا 1 0 نو شت داون. اي بي ادرس كام؟ 11 دوت واحد دوت واحد دوت واحد 255 255 255 زيرو. بص يا سيف تعال نخش بقى نفعل الريب. تفعيل الريب ازاي بقى يا سيف؟ طيب راوتر ريب ماشي نوع نوع تو سمري ماشي. مش هنقوله فيرجن 2 الاول؟ فيرجن 2 بنقول له نوع تو سمري اللي هي سيف عشان نمنع الشبكات اللي عشان نضيف كل الشبكات اللي موجوده يعني. بص يا سيف نو اوتو سامري عشان هو الشبكات ديت المفروض 172.16.0.0 الشبكات ديت المفروض هي كلاس سي تمام. فدلوقتي معمول جايه بكلاس جايه كلاس جايه هي المفروض تيجي بكلاس سوري بكلاس بي 172.16 دي كلاس بي. فدلوقتي هي اتعمل لها كونفيجريشن على الراوتر بكلاس سي. لو انت سبت اوتو سامري هو الراوتر هيبعتها لك بكلاس 16 باللي هو كلاس بي يعني. فانت بتقول له نو اوتو سامري بتقول له لا يا حبيبي انت ما تعمليش سامري مالكش دعوه بالميجر سبنت ماسك مالكش دعوه بالسبنت ماسك الاصلي بتاعها ابعتها لي زي ما موجوده. انت فاهمني؟ ايوه. يعني 172.16.0.0/24 هي في الاصل هي المفروض تبقى سلاش 16 تمام. لا انت بتقول هو لو انت ما كتبتش نو اوتو سامري الراوتر هيبعتها لك 00/16 تمام. لو انت كتبت سامري يعني انت بتقول لي راوتر مالكش دعوه ما تعمليش سامري ولا تعمل لي مثلا موضوع الميجر سبنت ماسك ابعتها لي
زي ما هي موجوده على الراوتر، ما تعملش اوتو سامري لها. تمام تمام ماشي. ايوه بتقول له نتورك. بص يا سيف، هو عامه يعني انت لو كتبت له 172.16.0.0 هو بص عامه لو انت كتبت 0.0.1.0 والكلام ده، هو عامه الراوتر الريب عامه هيشوف كل النتورك اللي هي 172.16.0.0.1.0.2 يعني، انت فاهمني؟ ايوه يعني كده كده اصلا عامه بالنسبه لك الريب لو كتبت له 1.0.2.0.3.0 هو في الاخر لو كتبت الامر ده هو اوتوماتيك هيروح يشيك على الانترفيس، هيمشي 1.16.0.0.1.0.0 هيشوف الشبكات اللي في الرينج ده وياخدها معاه. فهمت قصدي؟ يعني ما عندوش حته ان هو يحدد لك الانترفيس الشبكه اللي على الانترفيس بالظبط. تمام. الرب ما عندوش ان هو يحدد لك الانتر، يعني انت لو عندك هنا شبكات ثانيه مش عايز تزيعها، يعني الشبكات 172 17 والكلام ده هيزيعها. يعني كتبت 172 16 4 هنا ماشي، 172 16 4 دوت 0 شبكات عندك هيزيعها لك. ليه؟ هو شايفها من ضمن الرينج اللي هو 172 16 0 0. امتى بقى ما تزعهاش؟ هتعمل حاجه اسمها ايه؟ هتعمل حاجه اسمها ديستريبيوشن ليست، هتعمل فلتر او هتزود او هتعمل ايه بقى؟ هتعمل حاجه اسمها اوفست ليست، اللي انت تبعت الشبكه دي للناس بمتريك 16، فهيقوم شايلينها منين؟ من الراوتنج تيبل عندهم. وصلت؟ تعالى هننفذها. احنا دلوقتي عندنا لوب باك 3، هعمل لك لوب باك 4 وهنفذها لك وهوريك ان انا مش هكتبها، مش هكتب كونفيجريشن جوه في الريب وهتلاقيها متزعه. ماشي؟ اوكي ماشي. هنخش نقول له نتورك مثلا 11.1.0. بص بص انت ممكن تكتب كده 11.1.1 مش هتفرق، هو كده الريب كده كده اصلا ما عندوش اللي هو ايه زي الاو اس بي اف او الاي جي ار بي. فانت لو كتبت له 11.1.1.0 هو بالنسبه له هو شايفها 11.0.0.0 بس انه اوتو سامري هيروح ياخد الشبكه اللي على الانترفيس. انت فاهمني؟ ايوه. ونتورك مثلا 12.0.0.0 تمام معايا كده. فهمتني انت كده؟ ايوه مظبوط. يعني ايه الريب عامه؟ يعني ما عندوش اللي هو يبقى زي الاو اس بي اف اللي انت تذيع للاي بي اللي على الانترفيس او هتذيع للنتورك، لا ده هو بص يعني بيذيع كل الشبكات اللي حواليه، فعشان كده هو ما بيستخدمش الريب اساسا عامه. الناس ما بتستخدموش في الاماكن عشان كده. ليه؟ ان هو اللي هو كلاس فول او هو مثلا ريب فيرجن تو كلاسليس، بس لو كتبتش امر اللي هو الايه اللي هو ان اوتو سامري مش هيعمل لك ايه، هيبعت لك الشبكات. يعني الشبكه ديت 16.0.0 هتلاقي شايف الشبكه دي 16.0.0/16. فاهمني؟ ايوه ماشي. هنخش بقى نقول له انترفيس هنا على الراوتر ده، نقول له انترفيس جيجا 2 كام دي؟ دي 1.1.0.1.0. امال هي جايه لك ايه؟ امال فين الجيجا؟ هي دي جيجا ولا ايه ده؟ جيجا امال عامله لك ايه ده؟ 1.0 ماشي. نو شت داون ونقول له اي بي ادرس، نقول له اي بي ادرس كام؟ 11.1.1.2 انترفيس جيجا 2.0 نو شت داون، نقول له اي بي ادرس 14.1.1.1 255.255.255.0 ماشي. نقول له راوتر ايه؟ ريب فيريان 2 نوتو سامري نتورك هتبقى كام؟ 11.0.0.0 ماشي؟ و14.0.0 تمام. بص هنا هتيجي بعد 30 ثانيه هتلاقي الراوتر ده عنده الابديت ان او الراوتر 2، خلي راوتر 2 لان كده كده اصلا راوتر 2 ما فيهوش اي حاجه تدل ان هو حواليه نتورك، وممكن نشوف شبكه 14 بس. الراوتر ده بالنسبه له عايز يشوف شبكه 14 لان الشبكه الجديده بالنسبه لار 1 ما يعرفهاش عند ار 2 ان هي شبكه 14. فاهمني؟ ايوه. لان هتلاقي بس شايف شبكه 14 ايه؟ من الليب. وصلت؟ وصلت ايوه.
تمام. تعال نروح ل ار 3 نعمل زي ما عمل ايه اللي هو تحت ده سيف، هنقول له كونفج كي، هنقول له انترفيس جيجا 3 0 نو شت داون، نقول له اي بي ادرس 1.1.1.2.255.255.255.0 وانترفيس 5 0 نو شت داون، نقول له اي بي ادرس 13.1.1.1.255.255.0 ونقول له راوتر ريب، نقول له فيريان 2 ما تنساش الاوتو سامري، نقول له نتورك 12.0.0.0 ماشي، نقول له نتورك 13.0.0.0. دلوقتي نفس اللي حصل فوق راوتر واحد ده هيشوف بس شبكه كام الجديده بالنسبه له 13 لان شبكه 12 شايفها دايركت كونكت، وهنا برده شبكه 11 شايفها دايركت كونكت، بس هو بالنسبه له الشبكه الجديده اللي هتتزعل له في راوتنج تيبل 13 14. بعد كده هتشوف هتلاقي هنا ايه شايف شبكه 13 بالربقه ماشي ماشي تمام. تعالى احنا كده خلصنا الكونفيجريشن في راوتر 2 و4، هنروح لراوتر 4. راوتر 4 ده اللي فوق ولا اللي فوق هنا؟ تمام، هنقوم قايلين له ايه كونفيج تي، نقول له انترفيس، تعال نشوف الانترفيس اللي هنا كام، جيجا 4 جيجا 4 سلاش 0 نو شت داون، نقول له اي بي ادرس كام 14.1.1.2.255.255.255.0 تمام، نقول له انترفيس جيجا 1 سلاش 0 نقول له نو شت داون، نقول له اي بي ادرس كام 15.1.1.1.255.255 كام 0، نقول له اسف راوتر ريب فيرجن 2 فيرجن 2 نقطه سامري، نقول له نتورك 14 دوت 0 0 ونتورك كام 15 0 دي زياده ماشي تمام. هننزل لراوتر 5 هنقول له ايه كونفيج تي انترفيس لوب باك 0 نقول له اي بي ادرس 192.168.0.0.0.1 يا سيف 01 0 0 ده النتورك ايوه لازم نحط على الانترفيس اي بي من ضمن النتورك فاهمني؟ ايوه لوب باك 1 يعني هو ما ينفعش تيجي تقول له على الانترفيس تدول له النتورك اي دي نتورك تمام. هنقوم خشين بقى الانترفيس اللي هو جيجا 1 سلاش 0 نقول له نو شت داون، نقول له اي بي ادرس كام 15.1.1.2.255.255.255.0 نقول له انترفيس جيجا 5 سلاش 0 نقول له نو شت داون، قلت له ايه اي بي ادرس كام 13 اللي هو ده اللي هو الراوتر ده 13.1.1.2.255.255.0 ماشي. فانت بص يا سيف هتعمل كده كونفيج تي لا سوري تقول له راوتر، هتقول له راوتر ريب وتقول له فيرجن 2 نوتو سامري نوتو سامري نتورك نتورك 192.168 ممكن تقول 0 0 كده تمام. هو هيذاع بس دي عشان هي كلاس
كلاس سي لازم تذيع له كل الشبكات، تقول له 0 0 0 وتقول له 1 0 عادي. انت ممكن تقول لها، ممكن تقول له 0 0 هيزعق لك يعني. ايوه يعني حتى بص هكلمك على حاجه، خلينا هقول لك نو دي نو عشان اوريها لك انه هيزعق. كده برضك 2 وبرضك هنا 1 خلاص. نقول له نتورك كام؟ نتورك 15 0 0 0 0 ونتورك كام؟ 13 0 0 0. تعال نروح لراوتر 1 ونشوف شايف ايه الشبكات. دوشو اي بي روت. لسه الراوتر 5 شكله كده لسه ما زعلوش النتورك. هو شايف شبكه كام؟ 15. شافها 15. شايفها من مين يا سيف؟ شايفها من هنا من راوتر 4، لان راوتر 4 هو اللي زعها له. تمام ماشي. فدلوقتي اقول له شو اي بي روت، هتلاقي شايف بس شبكه كام؟ 0 0. ليه بقى يا سيف؟ دي اللي انا قلت لك عليها. راوتر بيشوفها كميجر نتورك تمام. فهو انت الريب لازم انت ما يكون كلاسلس. يعني انت بص كلامك الحاجة، انت هنا 172.16.0.0 صح؟ 1.0 هو كده كده لو انت كتبت له 16.0.0 هياخد معها 1 و2 و3 انت فاهمني؟ الرينج حقها لان هو اصلا كلاس سي في البدايه. اصلا الميجر سبنت هي اصلا كلاس ايه؟ كلاس سي. ماشي؟ ايوه. فانت ما تقول له نو اوتو سامري هو هيروح يبعت لك بقى ايه؟ الشبكات دي. حتى بص انا لو جيت هنا في راوتر 5 هنا لو قلت له دوشو اي بي روت هتلاقي شايف ايه؟ شبكات اللي هي ايه؟ من عندي انا ما زعتش الا هنا يا سيف، ما زعتش الا 172.16.0.0 صح؟ ايوه ايوه ايوه. شافوا هم هنا في راوتر 5 شايفهم كلهم. ايوه مظبوط. لان في الاساس ان هي كلاس 16، فطبعا انا لما ازيعها وقال له نقطه سمري فهو المفروض هيروح يشوف 16.0.0 ده بنقطه سمري فيه 16.1.0 هياخدها، 16.2.0 هياخدها، 13.0 3.0 هياخدها، فاهمني؟ ايوه. دي دلوقتي في راوتر 5، راوتر 5 ده بالنسبه له 192 او الريب مثلا 192.16.0.0 ده اصلا 16.0.0 دي كلاس سي، فهي هيشوفها هياخد 0.0. هي اساسا في البدايه الميجر سبنت ماسك بتاعها 0.0 تمام، اللي هو مثلا كلاس 24. فانت ما تقول له روح لي زي 0.0 هو هيشوفها بكلاس 24 ده كلاس سي ابعتها بس لوحدها، فاهمني؟ فانت لازم تروح هنا تقول له ايه؟ تقول له مثلا 1.0 و2.0 او 3.0 و2.0 كده خلاص. هو كده هتلاقي راوتر هنا شاف كل الشبكات بعد شو اي بي روت، شافها وقول لها بالريب. ايوه دلوقتي شافها كلها بالريب. بسيب هقول لك على حاجه بقى عشان تاخد بالك منها انت. هقول لك على حاجه، انا هضيف انترفيس من غيرها. بص يا سيف، هضيف انترفيس كام؟ بص هقول له انترفيس لوب باك كام؟ 15 ماشي. واقول له اي بي ادرس 172.16.15.1 255 255 255 0. انا ما زعتوش في الراوتر اهو، انا ضفت بس انترفيس لوب باك. معايا؟ هتيجي في راوتر 5 هتلاقي هنا هتلاقي 16.15 اتضافت لواحد. ليه؟ الرب بيبعت كل الشبكات، فهمني؟ هقول له شو اي بي روت. بص يا سيف، بعتها ولا ما بعتهاش؟ ايوه 172.16 من غير ما نعمل ايه؟ من غير ما نضيفها في الـ في الـ في الراوتنج، من غير ما نضيفها تحت الريب صح؟ ايوه. يعني انت دلوقتي لو ضفت اي انترفيس او اي شبكه اوتوماتيك دلوقتي تحت الريب مثلا 172.16.100 هتتزاع من غير ما انت تزاعها. طب انا عايز امنع الموضوع ده، انا عايز امنع الموضوع ده، مش اي نتورك مثلا كده تتزع حبايب منصور. يعني اللي انا عايز ازيعه 1 2 3 والباقي ما يتزعش.
تمام. احنا الاول هننفذ موضوع الباسيف انترفيس ونشوف. تعالى انت دلوقتي شفت الراوتر ده شو اي بي روت. معلش معلش يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. لا عد النقطه دي ثانيه بس من غير ما اللي اللوب باك الاخيره 15 اللي ضفناها مش انا يا ابن الحلال انا قمت انا ضايف انترفيس لوب باك 15 وضفتها اي بي مثلا اهوت اوتوماتيك لوحدها من غير ما انا اضيفها تحت الراوتر ريب مثلا نتورك كذا واتضافت لوحدها اهي الراوتنج تيبل. حتى لو جيت تبص هتلاقي هنا كام صحيح اتضافت لوحدها. طب انا دلوقتي عايز اعمل حركه حلوه النتورك اللي عندي اللي انا عايز اضيفها اخلي الشبكات تشوفها يعني 16 15 ده المفروض مثلا ممكن تكون مثلا نتورك بتاعه سيرفرات وانا مش عايز السيرفر انا مش عايز السيرفرات ديت اي حد يشوفها. ده ما هي دلوقتي اتذاعت كل النتورك عند كل الشبكات شافتها صح صح كل الراوترات شافتها أيوه. وكل الفروع شافتها ايوه دي. فانا دلوقتي عايز اعمل دلوقتي موضوع ان هو ايه اعمل فلتر يعني ما اخليش حد ان الشبكه دي تروح تتذاع كده. في طريقتين أيوه. ممكن اعملها بالاوفست ليست او هعملها بالديستريبيوشن ليست. هعملها لك انا بالاول هبدا سيبنا بقى نخش موضوع الباسيف انترفيس عشان اشوف لك هقول اوريك ان الباسيف انترفيس ان الراوتر ده بعد ما اعمل انترفيسز بتاع جيجا 1 سلاش 0 وجيجا 3 سلاش 0 باسيف هيبقى لسه شايف برضك ايه الشبكات بتاعت اللي هي كام اللي هي 192 168 فاهمني. بس الرواتر ديت الرواتر ده اهي الراوتر الراوتر ده هيقوم جاي له مثلا بعد 180 ثانيه هيقول له الشبكه ديت بقت بتسيب لي دوت تمام بعد 240 ثانيه هيبدا يشيلها من الراوتنج تيبل تمام تمام. طب احنا عايزين نسرع الموضوع ده. تعال نسرع الموضوع ده شويه عشان ايه نخلي الموضوع ده بالنسبه لنا لان هقعد 240 ثانيه والكلام ده هيبقى الموضوع صعب ماشي. ايوه تعال نخش تحت الراوتر ريب كده ونقول له ايه تايمر ونغير التايمر بقى يا سيف اللي هو البيزكس تمام ونقول له الهلو بعد كام. الهلو معروف ان هو بعد 30 ثانيه صح الانترفيو أيوة. يكون ابديت بعد 30 ثانيه خليها مثلا بعد 5 ثواني ماشي. ايوه بقى الانفاليد انت يحس ان الشبكه بقت انفاليد مثلا بعد 15 ثانيه. احنا بس حاجات بسيطه كده ايه عشان نسرع موضوع ان هو يشوفها بوسيبلي داون ويمسحها يعني إيه امتى يشوفها انها بقت هولد داون انها مثلا خلاص الشبكه هو شافها انفاليد ان بقت انفاليد نتورك خلاص امتى يحطها انها بقت هولد داون انها بس ما زالت بوسيبلي داون امتى خلاها بعد 15 ثانيه. ده هيمسحها امتى بعد 20 ثانيه تمام. دي كويس بالنسبه لنا ان انا هقعد 20 ثانيه واشوف الشبكات ايه بقت ايه بالنسبه لي بقت بتسيب لي داون صح او تتشال من راوتنج تيبل. تعال نروح على الراوترات كلها عشان ايه ننفذها راوتر ريب. انت فاهم الحته دي يا سيف؟ ايوه. التايمر بس هعدله بدل ما يبقى ايه 30 180 180 240 عدلته بس عشان ايه ان الدنيا تكون معايا بسرعه بس من اول ما اعمل الكلام ده ما تاخد وقت ما تاخد وقت معايا ما اقعدش بقى 240 ثانيه اقعد 4 دقايق. في راوترات ثانيه ما عملتهاش كلها عملته تمام. دلوقتي بقى يا باشمهندس سيف انا هعمل الانترفيس ده الانترفيس جيجا 1 سلاش 0 باسيف وده باسيف. شوف كده ايه اللي هيصير. هنقول له مثلا بص يا سيف انا بقول له ايه باسيف ديفولت. اما تقول له باسيف ديفولت كل الانترفيسز عندك هتبقى باسيف حتى باللوب باك تمام. فهو انت لو انت مثلا هو الافضل ليك ان انت تقول له بس لو انت مثلا في الشبكه بتاعتك وعايز تخلي كل الانترفيسز باسيف ما عدا اللي هو الانترفيس اللي بتون ايه الراوتر فهتقول له باسيف ديفولت فكل كده الايه الانترفيس حوالين الراوتر بقت ايه بقت باسيف صح. ايوه يقول له امر ايه نو باسيف انترفيس جيجا 1 سلاش 0 جيجا 3 0 فهمت قصدي. بعمل استثناء بستثنى يعني هم قال له بس ايه باسيف انترفيس جيجا مثلا 1 0 واقول له 3 0. لو انت مثلا عايز تكتب الحركه دي اللي انا بقول لك عليها بتاعه ديفولت ده عادي اهي ديفولت هيخلي كل الانترفيس ديفولت تمام عادي يعني. تعالى بقى نروح هنا كده بص يا سيف تعالى كده اجري بقى شوف بقى الراوتنج تيبل لان احنا سرعنا الموضوع بتاع هيشوف شبكات 172 بقت ايه بعد 15 ثانيه انها بتسيب لي دوت
شوف دلوقتي ثواني ديت هتشوفها ايه. بص لي داون دلوقتي بعد 15 ثانيه فين ده اختفت على طول يعني حتى ما لحقتش اشوفها. بص لي داون حتى مظبوط يعني هي اختفت على طول يعني ما 5 ثواني ما لحقناش نشوفها ماشي. طب دلوقتي راوتر ده ما قلت له بس بانترفيس لسه ما زال شايف الشبكات دي اللي هي شبكات 192 لسه شايف بيستقبل لكن ما بيرد بيستقبل ابديت من النيبر بس ما بيرسلش الابديت بتاعه. شوف لسه ما زال شايف ايه مظبوط تمام شبكات ال 192 معايا؟ معايا فهمت حته الموضوع الباسف؟ ايوه تمام. طب دلوقتي عايز نعمل حته حركه ان انا عايز ازيع شبكات معينه وما ويعني نشيل الباسف دلوقتي وعايز اقول له لا انت هتزيع لي شبكه 00 و10 و20 و30 والكلام ده و15 انا مش هزيعها ازاي بقى؟ احنا كده خلصنا موضوع الباسف انترفيس تمام؟ وفهمتها خلاص. في الفيديو كده لغايه دلوقتي عشان ايه؟ ما يبقاش الفيديو طويل.